الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أحداث السنة الرابعة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، قلنا وقعت أحداث غزوة بني النضير، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم. وقد مر بعض هؤلاء وعلى رأسهم حيي بن أخطب وعبد الله بن سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، ونزلوا بخيبر واستقبلهم أهل خيبر بالطبول، وكأنهم صنعوا أو فعلوا أو عملوا شيئا جميلا. وهؤلاء للأسف الشديد خونة، نكثوا العقود وخانوا العهود واستحقوا هذا الإجلاء. بعد هذه الغزوة اختلف أهل السير في ترتيب الغزوات، واختار معظم أهل السير في أواخر السنة الرابعة غزوة ذات الرقاع باعتبارها من أحداث السنة الرابعة للهجرة النبوية. وغزوة ذات الرقاع قيل أنها كانت بعد الخندق، والذين استدلوا على أنها بعد الخندق استدلوا بقصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حضر الغزوة وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه تزوج وكذا، القصة في الصحيحين، وسأله قال هلا بكرا تلاعبها وشو وتلاعبه، وأنه كان في الخندق متزوج وأنه كان في غزوة الخندق. فبعض قدم أنها قبل الخندق وبعض قدم أنها بعد الخندق، كل بحجته، لكن أهل السير تضافروا على أنها كانت بعد الخندق ولا قبل الخندق. نحن أوردناها قبل الخندق كما فعل كثير من أهل السير، ولكن البعض منهم رأى أنها بعد الخندق، لأن قلنا جابر لما تزوج سأل مسلم قال هلا بكر تلاعبها وشنو وتلاعبك، وفي الخندق كان بيت جابر موجود وبزوجته، وقد جاء ودعا مسلم وأهل الخندق للطعام في بيته، كان متزوجا أصلا، فلذلك قالوا أن كانت قبل شنو قبل الخندق، وبعضهم قال أن كانت بعد الخندق، والخلاف طويل، ولكني سأريدها هنا. وسبب الغزوة غزوة ذات الرقاع أن قبائل نجد بني ثعلبة وبني محارب والقبائل التي حول المدينة بدأت تعد العدة لغزو المدينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قيل جعل أبا ذر الغفاري أو عثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه، وكان الوقت صيفا شديدا، وكان كل 6 يتعقبون بعيرا واحدا، الـ400 هؤلاء كل 6 منهم بيتبادلوا بعيد، وكان الحر شديد حتى أنهم أخذوا رقع الثياب وخرق الثياب ورقعوا ولفوا بها أقدامهم فسميت بذات الرقاع. وقيل أن الأظافر كانت تتساقط من كثرة المشي والحر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مما لا بد منه أن يخرج، فوصل إلى منطقة تسمى نخلة، وصل إلى منطقة نخلة ولم يلق كيدا، وتفرق النجديون وقبائلهم في الجبال، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه أسر امرأة واستاق نعما عليه الصلاة والسلام. ووقعت في هذه الغزوة أمور، الأمر الأول قصة غورث
ابن الحارث الغطفاني الذي جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فأخذ السيف وقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا مني، فتركه. وكان قد رآه من الجبل ونزل، لما نزل المطر وتفرقوا تحت الأشجار. القصة الثانية، مر النبي عليه الصلاة والسلام بمضيق بين جبلين، فنزل هو وأصحابه وقال من يحرسنا الليلة؟ فانتدب لذلك عمار بن ياسر وعباد بن بشر الأنصاري وجعلوه في الحراسة. الرجل النجدي الذي أخذت امرأته حلف أن يريق في جيش محمد الدم، فجاء ووجد عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي في صلاة الليل وكان حارسا، فرماه بسهم أول، فأخذ السهم ورماه من جسده وواصل في الصلاة، فرماه بسهم ثالث فنزع السهم وهو يصلي وعمار بن ياسر نائم، فرماه بسهم ثالث حتى أدخنه في الجراح وسال دمه. وهذا الحديث بالمناسبة أصله في البخاري، وهو عمدة عند القائلين بأن الدم دم الآدمي لا ينقض الوضوء وأنه تجوز الصلاة فيه، لأن الرجل صلى في شنو؟ في دمه رضي الله عنه. ثم أكمل الصلاة وأيقظ عمار بن ياسر وتبع الرجل فجرى، فقال له عمار هل أخبرتني؟ قال ما كنت أريد أن أقطع صلاتي ومناجات ربي، ولولا أني خشيت على ثغر المسلمين لما قطعت الصلاة. يعني حتى بدأ يفكر يقول ممكن يقتلوهم ويدخل على المسلمين والمعسكر والناس النيام، من يوقظهم؟ فخشي على هذه المسألة. هذه الحادثة الثانية التي وقعت في غزوة ذات الرقاع. الحادثة الثالثة قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وفيها من الأحكام الفقهية الكثير. وهذه القصة خلاصتها أن جابر بن عبد الله كان معه جمل وجمله هزيل، وأبى هذا الجمل أن يقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الصوت، فأخذ الصوت من جابر وضرب به الجمل ضربا خفيفا، فكاد جمل جابر أن يسبق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر بعني ليطيبه ويطيب قلبه، قال له بعنيني. فقال له هو لك يا رسول الله بغير ثمن، أنا أديك له مجانا وأهبك إياه. فقال له صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن، قال بعتك إياه ولكن أشترط أن يحملني إلى المدينة. قال له ما عندي مانع، الجمل بعته لك. واتفقوا على شنو؟ على الثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا المدينة فأعطيك الثمن. وكان الثمن مؤجلا، الثمن ماله مؤجل، ويجوز تأجيل شنو؟ تأجيل الثمن. كده اشتري لك العربية وأقول لك بسددك بعد كده. ويجوز البيع والاشتراط على مذهب القائلين بجواز البيع والاشتراط، لأن جابر باع الجمل وشنو؟ واشترط شنو؟ ظهره. باع الجمل واشترط شنو؟ ظهر الجمل ليحمله. كويس؟ ممكن تقول لزول العربية بعتها لك، لكن أنا بركبها شهر لحد ما أقضي مساويري كلها، ما في مانع. تقول له بعت لك البيت لكن تديني كم؟ شهرين لحد ما أفضي لك شنو؟ البيت. فباعه، وفي الطريق كاد الجمل أن يسبق جمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما وصلوا المدينة جاء جابر ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ويقبض شنو؟ الثمن. قال جابر فأتيته فأعطاني الثمن كاملا وقال جملك لا حاجة لي، أداه شنو؟ الثمن. وقال للجمل خلوا ما دارين. وهذا من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، وكأنه اشترى منه الجمل وتركه له، أداه حقه وقال للجمل خلوا ما دارين. هذا حصل في غزوة ذات الرقاع. تحدثنا عن غزوة بدر الأخرى
أو بدر الموعد في الدرس الماضي، وقلنا أنها كانت في شعبان من السنة الرابعة من شنو؟ من الهجرة النبوية، وتحدثنا عنها ويكفي. قبل الغزوة وقعت أحداث لابد أن نتحدث عنها في المدينة، وهو وفاة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، هو أبو سلمة المخزومي رضي الله عنه، وهو ابن عمة سلم وأخوه، توفي وتزوج النبي بعد إتمام العدة من نفس السنة من أم سلمة، وتزوج بزينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة العامرية الهلالية، تزوج بها وكانت قبله تحت عبد الله ابن جحش الذي قتل يوم أحد شهيدا. زينب الملقبة بأم المساكين، زينب بنت منو؟ زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية رضي الله تعالى عنها. وقيل أنها كانت تحت الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقلنا تزوج بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تحت من؟ عبد الله بن جحش. وأم سلمة كانت تحت أبي سلمة. وتزوج عثمان بأم كلثوم، وتوفي عبد الله بن عثمان طفل صغير، وولد في شعبان الحسين بن علي، ولد الحسين في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية الحسين بن علي. وتزوج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بعد غزوة أحد، لأن زوجها قتل وهو اسمه خنيس ابن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة بن السهمي، وكان قريبا لها. ولما توفي كان عمرها عمر حفصة كم؟ 18 سنة. زوجها الأول لما قتل هذا في السنة الثالثة، وقيل أن حفصة مقدمة على بقية الزوجات لأنها بعد عائشة، هذا في أحداث السنة شنو؟ الثالثة، ولكن الصواب ربما كان في أول سنة الرابعة لأنه لا بد أن تتم شنو؟ العدة. وقد أتمت أم سلمة العدة لأن زوجها توفي في جماد، أتمت العدة من جماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان، تزوج بها في شنو؟ في شوال من السنة الرابعة، في آخر السنة شنو؟ الرابعة. وقلنا من أيضا؟ حفصة بنت عمر. وعندها قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري يقول لما تأيمت حفصة بنت عمر، أي مات عنها زوجها، وبالمناسبة قيل أنه مات قبل أحد بمسافة طويلة، لكن هذا في أواخر السنة الثالثة مع غزوة أحد أو قبل أحد بقليل، مات عنها زوجها. قال عمر وكان صغيرة، عمرها كم سنة؟ 18 سنة، وصارت أرملة، قال فأتيت أبا بكر وقلت له لو شئت أنكحتك حفصة ابنتي. قال لي يا أخي لو داير أزوجك بنتي حفصة، راجلة مات وعدتها انتهت وتتزوجها. قال فسكت ولم يجبني. قال فلقيت عثمان قلت له لو شئت أنكحتك حفصة ابنتي، فقال بدا لي أن لا أتزوج، ما عندي رغبة، ماذا أتزوج؟ قال ولقد دخل في نفسي من أبي بكر أنه سكت، أما عثمان فقد صدقني. قال له ما دايرة؟ بوضوح يعني، قال أنا ما دايرة، بدا لي أن لا أتزوج، قال له ما عندي رغبة، وأكيد لو كان أبو بكر حيدبل بيها مش كده، ولو كان عثمان شنو حيدبل بيها. فمشى عرض بنته وكذا، قال فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس عمر شيء، قال فجاءه أبو بكر وقال له والله ما سكت رغبة عنها غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وخشيت أن أفشي لك سره، مثل موضوع في أبو سر وأنا ما دار أكلمه عشان بعدين ما أكون أفشيت السر. لو قال له أنا ما دايرة والرسول دائرة بكون أفشى السر، ولو قال لا دائرة ممكن يكون هو دائرة والرسول لم دائرة،
سكت ثاني كويس. فتزوج نسلم بحفصة. طيب في أحداث السنة الخامسة انتهت السنة الرابعة بغزوة بني النضير وذات اللقاع وبدر الموعد وبالأحداث الاجتماعية التي تحدثنا عنها. بدأت أحداث السنة الخامسة من الهجرة، وأول أحداثها غزوة سميت بدومة الجندل. غزوة دومة شنو؟ الجندل. هذه الغزوة أيضا اختلف أهل السير فيها، والراجح أنها غزوتان، لأنه في غزوة لدومة الجندل سوف تأتينا في الأعوام القادمة أيضا تسمى بدومة شنو؟ الجندل، وهي منطقة. لأنه لو سمعتم قلنا أن غزوة بدر تكررت، بدر الكبرى وبدر شنو؟ الصغرى وبدر الموعد. فهو أصلا أي معركة تدور بالقرب من المنطقة تسمى باسمها. فدومة الجندل سببها أن قطاع الطريق في بلاد الشام كانوا يقطعون قوافل المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لتأديبهم ولإرهاب قيصر. ودومة الجندل أقرب إلى الشام منها إلى الحجاز، لأن على بعد 15 ليلة من المدينة، وعلى بعد 5 ليال من دمشق. يعني تبعد من دمشق كم؟ 5 يوم، ومن المدينة كم؟ 15. أقرب إلى شنو؟ إلى الشام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، وجعل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، جعله واليا على المدينة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسافة الطويلة ليصل إلى منطقة دومة الجندل، ولم يقطع كيدا، لكنه استاق نعما وإبلا ومواشي، ورجع صلى الله عليه وسلم ظافرا. ده في ربيع الأول. غزوة دومة الجندل كانت في شنو؟ في ربيع الأول من السنة الخامسة. في شوال من السنة الخامسة وقعت غزوة الأحزاب، الذي نزل فيها من القرآن 17 آية. 17 آية نزلت تتحدث وتصف شنو؟ غزوة شنو؟ غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب سببها يهود بني النضير، حيي ابن أخطب وعبد الله بن سلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع، ورجل يسمى هوذة ابن قيس الوائلي. اسمه هوذة ابن قيس الوائلي. ذهبوا إلى مكة لأنهم كلموا في بني النضير، وألبوا قريش ومن حولها لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا صادف هوى في نفس قريش، لأنه قلنا لك في شعبان سنة 4 كانوا متفقين يخرجوا غزوة شنو؟ بدر شنو؟ الموعد. أبو سفيان بعد ما طلع قال شنو؟ قال السنة مجدبة، ما في خريف والناس تعبانين وكذا، والعام القابل. ولكن هنا استغل اليهود نفوذهم الديني وألبوا قبائل غطفان، فزار وعليها عيينة ابن حصن الفزاري، ومر وعليهم الحارث ابن عوف المري، وأشجع وعليهم مسعر ابن رخيلة الأشجعي. ألبوا هذه القبائل بسلطان الدين إنه أنتم على حق وكذا. وأنزل الله بذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فألبوهم، وبدأت قريش تجمع وتعد عدتها. كان الجيش كبيرا جدا، ما اجتمع لقريش جيش مثله لا قبل ولا بعد، 10,000 مقاتل. قريش يوم بدر كانوا كم؟ 1,300، رجع منهم 300، بقي كم؟ 1,000. قريش يوم أحد كانوا كم؟ كانوا 3,000. في الخندق كم؟
عشرة آلاف معهم أحابيش وكنانة وتهامة وغطفان، لذلك سموا بشنو؟ بالأحزاب. حزبوا الأحزاب وجاءوا به إلى المدينة. نقلت استخبارات المدينة يا إخوان وسلم ما قائد بنوه لحد ما اتفاجأ يقول الناس زي جنب المدينة ده. علم أنهم يتحركون فأعد العدة، أعد شنو؟ أعد العدة وجمع أصحابه واستشاره. شوف يا إخواننا القائد ما بيشاور الناس كل مرة بتقول له مشاكل، والله أكلمك أنت تشاور الناس عشان بعدين يشيلوا معاك الشيلة، لكن ما تقولون أنا رأيت يا أخي أنت نبي، كل نبي مشاور أنت تشاور مالك. شوف أي قائد ذل بيجيب الانشقاق في الجماعات، كويس يقبض الأمور والناس يحترموه، بعد شوية يجوا عشرة يعملوا مذكرة، اسمها مذكرة شنو؟ مذكرة العشرة، مالون العشرة ذيل، يقول لك ما في شغل، ينطوا ناس بهناك يعملوا حاجة اسمها مؤتمر استثنائي. فيش من إخواننا يقول لك ما في شورى يا أخي إخواننا ذا النبي قدامكم أنتوا في قدوة أحسن منه، جاب الناس ذا شاور ما اعتقد برأيه، لأنه قد تلقى رأي عند شنو؟ عند رجل عادي منهم تلقى رأي ما تلقاه عند أحد. فعلا طرح النبي صلى الله عليه وسلم الخبر للناس وشاوره عشر ألف أي زوجة برايد. فجاء سلمان الفارسي بفكرة الخندق رضي الله عنه. الخندق، والخندق لن تكون تعريفه العرب، إنما هو فكرة فارسية. أول من عمل الخندق من الفرس، العمل الخندق أول سلمان ما جابه من أهله، أول زول في الفرس زمان عمل الخندق منه، أول زور ربنا أداه فكرة الخندق في راسه كويس، عمل الخندق منه. اسمه منو شهر ابن أيرج ابن أفردون عاصر موسى عليه السلام، كان في عصر قريب من عصر موسى عليه السلام، اسمه منو شهر ابن أيرج ابن أفردون، ده أول من عمل الخندق هو فارسي. وبعد ذلك الفرس صارت تستعمله في حروبها، والعرب ما كان عندها فكرة عن هذه المسألة، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الخندق. طيب الخارطة الجغرافية كيف تحت المدينة؟ خارطة المدينة الجغرافية كالآتي: في جبل اسمه جبل سلع ده وراء المدينة، وفي جبل أحد قدام المدينة، بين أحد والمدينة في منافذ ممكن يدخل منها الأعداء. جامع رسول الله شنو؟ جمع المدينة كلها إلى جبل سلع، الجهة المفتوحة بين سلع والخندق اللي حتجي منها قريش قام عمل الخندق. بالمناسبة استغرق حفر الخندق 15 يوما، 15 يوم بيحفروا فيه. انت قال الخندق ده حسن الناس يقول له غزوة الخندق، يقول اتكموا وحفروا وخلاص بقى الخندق. الشيء ده لا في جريدر ولا في لودر، ياخد احنا باللودر ما قادرين. وقدر المسافة تقريبا بنحو 15 كيلو او تزيد او تنقص قليلا او 20 كيلو، حفروها الصحابة. قسم الخندق كالآتي: كل 10 أشخاص يحفرون 20 ذراعا، كل 10 يحفركم 20 ذراع، مسكوهم كده رسموهم وجعلوا الناس يعملوا. وش السماجات قسم عندهم جايين، وده فيه حنكة وقيادة وحس النبي صلى الله عليه وسلم القيادة العالي في التعامل الجاد مع الأزمات. ما قال خلينا منهم وذينا ساكت وما بيعملون حاجة وأنا نبي والله بينصرني عليهم، وكان رفعت إيدي ما بتنزل ساكت
والله بيدمره في يوم واحد، ماذا الكلام هذا؟ عمل واجتهد ليعلمنا منهج في الحياة، منهج عملي في التعاطي مع الأزمات. فبدأوا يحفرون يا سلام، واستمر الأمر. وفي حفر الخندق وقعت أمور، منها أن الناس كانوا بالقبائل، وفيه قال سلم سلمان منا هذا البيت، اجتمع عمرو بن عوف والنعمان بن مقرن وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، جلكم أربعة، وحفروا 40 ذراعا. بناهم الأربعة ذا الحافرين في الخندق كم؟ 40 ذراعا. انت قال الدين ده جاء ساهل كده، الناس قال الدين ده جاء ساهل كده. بعدين غزوة الخندق هي الأخطر على الإطلاق، لأن إخواننا التعبير القرآني يصف الخندق بالزلزلة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، زلزلوا يا أخي بالزلزلة. ووصف الخندق بتعبير عجيب، إذ بلغت القلوب الحناجر. القلوب التي بلغت الحناجر هي قلوب الشجعان الصحابة. طبعا الصحابة كانوا 3000 بالمناسبة. الجيش الواقف حول الخندق ليحمي المدينة من جهة الخندق كم؟ 3000. وقريش ومن معها كم؟ 10000. نزلت قريش إلى جهة جبل أحد، ونزلت غطفان فزار ومر وأشجع قبائل غطفان، 3 من غطفان. يدخل معه بنو أسد، كلهم من شنو؟ من غطفان. نزلوا إلى الجهة المقابلة لقريش عند ذنب نقمي، منطقة في المدينة، نزلوا هناك وعسكروا. لكن إذ بلغت القلوب الحناجر، دي قلوب الصحابة يا أخواننا. الشدة والله معناها الناس دي اتكربوا كربة شديدة خالص، كربوا. وتظنون بالله الظنونا، هذا في الصحابة، وهم من أشجع الناس ومن أفرس الناس. والله الخندق ابتلاء، ابتلاء حقيقي. المهم سلمان وعمرو بن عوف وحذيفة والنعمان بن مقرن هم يحفرون، عرضت لهم كدية أو صخرة، فنزل لها النبي صلى الله عليه وسلم وضربها 3 ضربات. في الضربة الأولى رأى نورا وقال ابشروا بقصور كسرى، وفي الثانية بقصور قيصر، وفي الثالثة صارت الصخرة كثيبا مهيلة تراب. هنا قال أحد المنافقين واسمه معتب بن قشير، قال محمد يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا أن يخرج إلى الغائط. قال ذلك كان ماشي ضحايته بالإبري يخاف التفت، قال كسرى وقيصر. وفي ذلك يقول المولى عز وجل في سورة الأحزاب واصفا هذا الكلام، أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا قول المنافقين. وقال أوس ابن قيظي المنافق إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. والله يا إخواننا قريش لسه ما جاء كويس، والناس يقولوا كلام زي ده، قريش لسه ما جاء. ووقع في الخندق أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أن جابر، وقلنا ده الدليل الذي دلل به الذين قالوا أن ذات الرقاع كانت قبل شنو؟ قبل الخندق. الذين قالوا بأن الخندق كانت في الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع صلى صلاة الخوف ولم يصلها في الخندق حتى فاتت صلاة شنو؟ حتى فاتتهم صلاة العصر، قال شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم شنو؟ نارا، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم على خلاف قلنا بين أهل السير والذين قالوا بأن
جابر تزوج ورسل سأله في ذات الرقاع ثم دعاه إلى بيته في شنو؟ في الخندق. قال لو كان دعاه في الخندق وذات الرقاع جاءت ما كان بيقول له زوجته لما زوجته، لأنه أصلا شنو؟ أصلا مزوج يعني. والذين قالوا بأن ذات الرقاع كانت بعد الخندق، لأن في ذات الرقاع شرع الصلاة شنو؟ صلاة الخوف. وقد شهدها سهل بن أبي حتمة رضي الله تعالى عنه، ووصف صلاة الخوف وصورتها كالآتي، عشان تأخذوا فكرة يا إخواننا. فصلاة الخوف التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستقبل القبلة يصلي. صلاة الخوف عندها سبع صور. إذا كان العدو إلى غير القبلة، العدو هنا ينقسم إلى طائفتين، طائفة مستقبل العدو بسلاحه، وطائفة بيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ركعة ووقف عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أتم كل واحد من الجيش ركعة واحدة. قلت كده كم ركعة؟ ركعتين. وصلوا وانصرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماله واقف. استلموا من الجيش، وجاءت الجماعة الثانية وصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ولا قاعد؟ واقف. صلى بهم ركعة كاملة وجلس وثبت جالسا، فقامت هذه الطائفة وأتت بركعة كاملة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه فسلم بهم. الصورة دي واضحة ولا ما واضحة؟ يصلي الإمام بالطائفة الأولى ويقف، ويتم كل واحد من الطائفة الثانية شنو؟ من الأولى التي تصلي معه يتم صلاة براو، بعدك أيضا يصلي ويسلم ويمشي، يسلم يمشي، يستلم يمشي يستلم. لما ده كلهم يتحرك ويستلموا يجي يلقوا الإمام، الطائفة تلقى الإمام ماله واقف، يصلي بهم ركعة واحدة. كده الإمام يكون صلى كم؟ ركعتين. والطائفة المستلمة الآن صلت كم؟ ركعتين. والطائفة دي صلت كم؟ ركعة واحدة. يجلس ينتظرون الإمام ما يسلم لحد ما هم يتموا ركعتهم. وأي زول يجلس يحس إنهم كلهم قاعدين في التشهد يبدأ التشهد ويسلم ويسلم معه. وقيل أنها ركعتان، الإمام يصلي ركعتين بيدين وركعتين بيدين، ذي يصلي ركعتين كاملة وينصرفوا، وذي يصلي ركعتين معه كاملة. الركعتين الثانية للإمام نافلة وركعتين فرض. وإذا كان العدو إلى جهة القبلة يصلي الجيش كله إلى جهة القبلة، الجيش كله يصلي جهة القبلة ولكن معه أسلحته. يسجد الإمام بالصفوف الأولى، يركع بالصفوف الأولى، يركع بالصفوف شنو؟ الأولى. الصفوف الأخيرة لا تركع، تكون واقفة بتعايل للعدو. لما ديل يقوموا ديك يركعوا، ديل ما يسجدوا يكونوا واقفين عشان لو حصل حاجة يقطعوا الصلاة بطوالها. كويس؟ دي صورة من شنو؟ من الصور. تلقاهم ديل ما شاء الله واقفين وديل قاعدين وديل كده مع بعض، لكن لما يسلم يسلم بهم شنو؟ يسلم بهم جميعا. المهم في غدوة ذات الرقاع، وقد أخرت الحديث عنها لنتحدث عنها بعد غزوة أحد على قول الذين قالوا أنها كانت بعد شنو؟ بعد أحد. الخلاصة في طائفتين، طائفة ترى أنها كانت قبل الخندق بدليل زواج منه جابر، وطائفة ترى أنها كانت بعد الخندق بدليل صلاة شنو؟ الخوف. المسلم في الخندق ما صلى صلاة الخوف، ولكن في ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، معناه كانت ذات الرقاع بعد شنو؟ بعد الخندق. هذه حجتهم. المهم في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جابر وهم يحفرون، قال يا رسول الله أنت لم تصب طعاما، وكان طعامهم إهالة سنخة. تلقى في البخاري في صحيح مسلم تلقى إهالة شنو؟ سنخة. ما معنى إهالة سنخة؟ إهالة سنخة إهالة دهن، سنخة هي ريحة، رائحة شنو؟ كريهة، يعني زي الزيت ياتو القديم، زيت شنو؟ قديم، اسمها شنو؟ إهالة شنو؟ سنخة. فكانوا يأتون بالإهالة السنخة ويأكلون. وثبت أن سلب كان يربط حجرين في شنو؟ في بطنه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه. شفت كيف؟ وكانوا يحفرون ويقولون يحسن سلم أن عندهم تعب، فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ف
تنصر الأنصار والمهاجرة، فيبادلونه يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وبهذه الروح والحماسة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي بغوا علينا. وهكذا وفي هذه الحماسة دعاه الجابر إلى طعام وضعه في برمة، قال يا رسول الله صنعت لك طعاما لا يكفيك إلا وحدك فتعال. فقال له سلم دع البرمة تحت الأثافي، الأثافي الحجار بكتابة تحت للحلة للجدرة، قال دع البرمة تحت الأثافي. قال جابر فدعا الجيش كله. قال جابر فما استطعت أن أفعل شيء. قال هذه فضيحة، فضيحة بجلاجل. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يغرف من البرمة ويسمي الله ويجعل الخبز ويفته. قال جابر حتى أكلوا جميعا وبقي فيها شيء. وهذا وارد كثير جدا وتكرر كثير جدا في حياته وفي سيرته صلى الله عليه وسلم. طيب جاءت قريش ونزلت بمنطقة تسمى مجمع الأسيال، مجمع شنو؟ الأسيال. ونزلوا فيه غربي أحد وخطفان شرقي أحد. قال تعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم شنو؟ ريحا وجنودا لم تروها. لكن أدق تعبير إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني دخل المسلمون في شدة وفي كرب شديد. والله يا إخواننا غزوة الخندق عجيب خلاص، لكن قريش تفاجأت، وعنصر المفاجأة مهم للعدو. لما نزلوا بالمدينة وأرادوا أن يقتحموها وجدوا الخندق غير المعهود. يا إخواننا الخيول كم تخش وتجي مارجة، دي مسألة في غاية الصعوبة. خندق بمعنى خندق، أنا ذا شغالين فوق 15 يوم، 15 يوم بالليل والنهار بيحفظ. فبالتالي فوجئوا مفاجأة شديدة، وكانت المفاجأة صعبة على قريش وعلى الأحزاب. قلنا أن الأحزاب تجمعوا وحاصروا المدينة في ظل هذا الجو الملبد، الجو الخطير. في مثل هذه الأجواء نقض يهود بني قريظة عهودهم ومواثيقهم، وهم الذين تبقوا. قلنا يهود بنو قينقاع آلمهم انتصار المسلمين يوم بدر فأجلوا وكانوا يسكنون داخل المدينة وبنو النضير. ويهود بني قريظة جاءهم خيي ابن أخطب النضري، والمدينة ماله محاصرة. شوف الكلام ده كيف. فجاء خيي وطرق باب سيد بني قريظة، وده رجل فيه عقل غير أن الله أراد له أن يموت ضالا. كعب ابن أسد القرظي أبى أن يفتح لخيي، فصاح حيي يا كعب أنا حيي. قال له كعب إنك رجل مشؤوم، قال أنت زوج بتاع شؤم وده تجيبين فتنة، أبى يفتح لي أصلا. فما زال يراوده حتى فتح له وادخل. لما أدخله قال ابشر بعز الدهر. قال والله إنما تبشرني بذل الدهر. أصاب يقتنع له. فقال له لقد جاءت غطفان وجاءت قريش في 10,000 وكذا وكذا وكذا، وسيستأصلون شأفة محمد، وإن لم تنقض العهد لا أمان لك عند قريش. فما زال به حتى نقض العهد. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني قريظة من خلفه أرادوا أن ينقضوا العهد أرسل لهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، دين من الأنصار، وقال اذهبوا إلى بني قريظة
وإذا صدق ما سمعت عنهم فأخبروني ولكن إلحنوا لي لحنا. ما يكلموك كلام مباشر لأن الجيش براه معنوياته ما لا تعبانة. يقول له اليهود نقضوا الناس اللي عندهم بقية روح معنوية مالهم حينهاروا. قال لي ما جيب لي لحن وهو ممكن يكون لغة بتعرفه بتحت إشارة تنفع في الحروب إنه يجيب مصطلح متفق عليه بين الناس يكون العدو لو اتخذ براداراته ما يعرف الحاصل شنو. فقام أول ما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عضل وقار ذا اللحم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غدر وخيانة كقبيلتي عضل وقار كما فعلوا بخبيب وأصحابه. قال له شنو السعد؟ قال يا رسول الله عضل وقار. بقيت الصحابة ما فهمين أي حد لأنه ما عارف يتقل السولة شنو. أرسلم تألم ألم شديد وازداد الكرب. ازداد شنو؟ ها؟ الكرب. وقرب الناس. طيب نقف إلى هنا ونترك الأحزاب هم على أعتاب شنو؟ على أعتاب المدينة وقد خان اليهود عهدهم ونقضوا مواثيقهم وصف 3000 إلى جهة المدينة واصطف 10000 من الكفار خارج المدينة وبينهم الخندق. والدرس القادم بإذن الله تعالى نقف على تفاصيل هذه الغزوة وعلى نهاياتها وعلى دروسها وعبرها التي ينبغي أن نقف عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.